السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك، أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. الزمالك اختتم تدريباته أمس الأحد استعدادا لمواجهة أسوان اليوم بمحافظة أسوان. قائمة الزمالك لمواجهة أسوان اليوم في حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم، وفي خط الدفاع محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المسلوسي، محمد طارق، أحمد فتوح، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي. أما في خط الوسط محمد أشرف رؤى وعمر السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور ويوسف إبراهيم أوباما وسيد عبد الله نيمار وسيف فاروق جعفر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو. وفي خط الهجوم سامسون إيكينولا ويوسف أسامة نبيه وسيف الدين الجزيري. فاز الزمالك مواليد 2004 على ميت عاصم بسبعة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على ملعب الأخير في الجولة التاسعة من المجموعة الثانية لدوري منطقة الجيزة. مصدر بالزمالك عن آخر المستجدات الخاصة بضم مهاجم أجنبي تحت السن، هناك العديد من الأسماء طرحت على مسؤول الزمالك مشيرا إلى أنها لم تنال رضاهم ويروا أنها غير جديرة بالانضمام إلى صفوف الزمالك، وشدد على أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم بعينه، لا سيما أن الزمالك يحتاج المهاجم الجديد بمواصفات خاصة تتمثل في كونه هداف ولديه خبرة جيدة ومشارك في المباريات بشكل مستمر، وعن سبب عدم التفكير في التعاقد مع مهاجم أجنبي فوق السن ليحل محل المغربي زكريا الورد الذي رحل عن صفوف الزمالك مؤخرا. قال المصدر أن هذا الأمر ضمن المقترحات، أيضا مشيرا إلى أن صعوبته تكمن في رفض الفرق التخلي عن لاعبيها في منتصف الموسم، خاصة إذا كان لاعبا بارزا كما في المواصفات المطلوبة من الزمالك. مصدر بالزمالك: الزمالك يرفض بشكل قاطع تأجيل أي مباراة له في بطولة الدوري بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث يرى مسؤول الزمالك أن رتم الفريق متصاعدا كل مباراة عن أخرى، وتأجيل المباريات سيتسبب في تراجع المستوى والأداء. كما يرى مسؤول الزمالك أن مواصلة الانتصارات وتوسيع فارق النقاط مع الأهلي سيمثل ضغطا كبيرا على الغريم التقليدي، وأكد مسؤول الزمالك يتمسكون أيضا بخوض الأهلي لمبارياته بنفس الترتيب قبل التأجيل بعد عودته من المغرب لعدم إتاحة الفرصة للفريق الأحمر لتخطي الجولات الصعبة وتأجيل خوضها لوقت لاحق. أسندت لجنة الحكام مباراة الزمالك وأسوان لأمين عمر حكم ساحة، ويعاونه سمير جمال ويوسف البساطي حكم راية وصبري إبراهيم حكم الرابعة، ويتواجد في غرفة الفار عمرو الشناوي ويساعده محمد عزازي. فاز الفريق الأول سيدات لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 30-20 باللقاء الذي جمعهما أمس الأحد بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري. غيابات الزمالك عن مباراة أسوان: محمود حمدي الونشي للتأهيل بعد الجراحة التي خضع لها بعد الإصابة بقطع في أوتار الخلفية، ويعاني إبراهيم نضاي من الإصابة في منشأ العضلة الخلفية، بينما يغيب عمر جابر للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وكذلك يوسف حسن يعاني من إصابة عضلية، في حين يعاني مصطفى الزناري من شد في العضلة الضمة ومصطفى شلبي لعدم الجاهزية الفنية بعد العودة من الإصابة وحسام أشرف لأسباب فنية. الزمالك يواجه أسوان اليوم في الثالثة إلى الربع عصرا بتوقيت مصر. مرتضى منصور: الأهلي لعب في الكرة الطائرة هنا واستقبلناهم بكل حب واحترام، وتابع في فرق بين نادي الزمالك من ساعة مرتضى منصور ما جاء، وأصبح نادي الزمالك والأخلاق وبين نادي تاني، ضربوا العيال الناب، أدى أحفادنا 15 سنة وأمهاتهم والبي ما عملش اعتذار ليه؟ أصلا أنا بيبو، أنا بقولك أنت ولا حاجة، أنت قد كده. وأضاف موجها كلامه للخطيب: كان لازم تعمل بيان اعتذار زي ما احنا بنعمل، أنت عايش في دور أنك أقوى من كل الناس اللي في الدولة ودي مش حقيقة، انظر في المرآة وبص في التاريخ وقعد مع المسؤولين في الدولة اللي بتقول كل شوية الزمالك الدولة معاه، الدولة معايا وبيحبسوني، الدولة معايا وبيحلوني وبيسقطوني في مجلس النواب بالتزوير، يا عم مش عايزها معايا وخليها معاك شوية وخليهم يحبسوك بقى أو يسقطوك. وأمر مرتضى خلال الفيديو بزيادة نشر لافتات نادي القرن الحقيقي على أسوار مقر نادي الزمالك، مؤكدا أنه الزمالك هو من يستحق لقب نادي القرن بالفعل.
عقد فيريرا جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك على هامش التدريبات الأخيرة، تحدث فيها عن إيجابياتهم وسلبياتهم خلال مباراة الإسماعيلي لتلافي تكرار السلبيات في مباراة أسوان. وكان نص رسالة فيريرا للاعبين في الجلسة التي جمعت بينهم أشاد بأداء الفريق بشكل عام، كما أشاد بطريقة تسديد أحمد سيد زيزو لضربة الجزاء، وكذلك بتحركات اللاعبين في المباراة خاصة بمنطقة الجزاء في منطقة جزاء الخصم والكثافة الهجومية حال امتلاك الكرة، حيث قال لهم أنهم نجحوا في تحقيق ثلاثة أمور هي الفوز والصدارة والإمتاع. وتطرق فيريرا للحديث عن خط الدفاع، حيث أكد أن أداءهم غير مقنع حتى الآن، مؤكدا أنه لا يتناسى السلبيات بالمكسب، موجها حديثه للثنائي مصطفى الزناري وحسام عبد المجيد، وواصل إشادته بالتونسي حمزة المسلوسي، حيث قال أنه ما زال الأفضل بين لاعبي خط الدفاع، وأثنى على دوره في مباراة الإسماعيلي بعدما قام بدورين هما المساك والمساند في الجانب الأيمن. كما أشاد فيريرا بأداء نبيل عماد دونجا الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث أكد أن الإشادة نابعة كون دونجا يلعب السهل الممتنع، وهي الطريقة التي يطالب جميع اللاعبين باتباعها. فيريرا لإمام عاشور أكد أن أداءه جيد ولكنه لم يصل بعد لمستواه المعهود، مشيرا إلى أنه ينتظر منه الوصول إلى المستوى التوب. وعن عمرو السيسي قال أنه أيضا لم يصل لمستواه بعد الذي كان عليه مع فريقه السابق طلائع الجيش، مشيرا إلى أنه يثق بوصوله لهذا المستوى مع مشاركاته المستمرة في المباريات وحصوله على فرصة أكبر. فيريرا برسالة خاصة لزيزو حيث أكد أنه ما زال مستاء من احتفاظه بالكرة أكثر من اللازم، مشيرا إلى أن ذلك يدفع الخصوم لارتكاب الأخطاء ضده وبالتالي احتمالية إصابته، مؤكدا أن عليه لاعب السهل الممتنع، وضرب لهم مثالا بلمسته في صناعة الهدف الأول ليوسف أسامة نبيه. عن سيف الدين الجزيري فقال فيريرا أنه يتفهم أزمة الثقة التي يمر بها جاءت بسبب فترة كأس العالم وعدم مشاركته مع منتخب بلاده تونس، مطالبا اللاعب بضرورة تخطي هذه المرحلة، حيث قال له الحل في إيدك. في نهاية حديثه اختص فيريرا رسالته الأخيرة لنجم الزمالك الشاب يوسف أسامة نبيه، حيث قال عنه كنز من كنوز قطاع الناشئين وينتظره مستقبلا باهر، واستقبل لاعب الزمالك كلمات فيريرا ليوسف أسامة بالتصفيق الحار كنوع من التشجيع لزميلهما الشاب. مرتضى منصور لم يحدث أي اتفاق بين الزمالك وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز، وختم لم أعقد أي جلسات مع اللاعب، ولو حدث أي اتفاق سوف أعلن بنفسي عن الأمر. مصطفى يونس في حديث له مع بعض المقربين له داخل الزمالك أن رحيله جاء بسبب إلزامه بعدم مناقشة أي مواضيع في القناة تخص أي أندية، والتقييد فقط بمناقشة ما يخص الزمالك، وهو عكس ما كان يرغب فيه إذا كان يمني نفسه بفتح نقاشات حول بعض المواضيع التي تخص الأهلي وكذلك الأندية الأخرى. وفي نفس الوقت أكد مصطفى يونس للمقربين منه أن الراتب الشهري يعد بمثابة نقطة أخرى تم الاختلاف عليها، مشددا على أن المبلغ الذي وضع له لا يناسب قيمته وتاريخه على الإطلاق، وهو ما دفعه للاعتذار، مؤكدا في الوقت نفسه أن علاقته مميزة مع مرتضى منصور ورحيله عن القناة لن يؤثر عليها. بس كده، هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم، ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. سلام.